جا عندي قال لي فحال هكا، قال لي شوفي شحال هادي انت كتعجبيني وكتعجبني الشكل ديالك، وانا زعما الا بغيتي المهم دوزي معايا ليله ولي طلبتيها انا معك. انا ما نكذبش عليك، عيرت وصبيتو وجريت عليه من البيرو. وبالنسبه للدم اللي ضرني في قلبي زعما الصراحه داك اللي ما سكتش عليه انه كيتطالما، ما يمكنش واحد كيتبرع بالدم كيجي كيعطي باش يساعد، كيقول لك لقطه الدم يعني كتعيش شحال من واحد، ما بالك ان داك الدم كيتطالما 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 في كراطم كيتطالما حاجه وجهك كيديو صحاب الزبل كيرميوه. لا صافي بقى تقدا ما كيعيطوش الناس يجي يدوزو الدم، والناس كيبقى يمشي ويجيو على الدم ديالهم. واش واش كاين اللي كيكون الدم ديالو تماك ما كيدخلوش لا سير بلاتي؟ علاش؟ حيت كاين عندهم كيقول لك عندهم اكتظاظ، عندهم الناس بزاف. السلام، انا سميتي سميره، كنشتغل مستشفى 20 غوش، عندي 30 عام وانا 30 سنه وانا خدامه. كنت كنخدم في مصلحه جراحه الوجه والفك، تعرضت للتحرش من طرف استاذ بروفيسور يعني تبسل عليا، بقى عاقل على فشات ملي يعني كان في الصيف وداك الشيء، كان في بلوك خرج جا عندي البيرو. صراحه ما كاين حتى حاجه، والمشكله تحت فيه علي ما عنديش الحجه. الحجه كنت سمح لي شابل، الحجه ما عنديش. المهم جا عندي قال لي فحال هكا، قال لي شوفي شحال هادي انت كتعجبيني وكتعجبني الشكل ديالك، وانا زعما الا بغيتي المهم دوزي معايا ليله ولي طلبتيها انا معك. انا ما نكذبش عليك، عيرت وصبيتو وجريت عليه من البيرو. تسنيت المسؤول ديالي كالكونجي تدخل، قلت له شنو كاين؟ الصراحه قال لي من حقك تريكلامي، كتبت هذا ريكلاماسيون صيفطها للاداره. عاتي الاداره بالك تعام، دابا حنا كملت عام، اشنو دارت معايا الاداره؟ حفظت الدوسي، مشى السيد دوز الامتحان ديالو، داز بروفيسور يعني هو عطاو الحق حيت استاذ، وانا حيت كتيبه يعني حتى واحد ما تصفني. ولكن المشكل كيلمح لك هو كان كيلمح، ولكن كنت كنقول دائما راه غير كوليك معايا كيضحك هادي ما استوعبتهاش، ولكن ملي جا ليها مباشره عاد عرفت انه ثقت بان السيد هكا كيتحرش بيا. وعندو يعني يرجعوا يقلبوا عليه ويبحثوا عليه، راه عنده مشاكل اخرى يعني الا بغاو يقلبوا راه غيقلبوا. وكنطلب من الامن يدير لونكيت ديالو. الإدارة ما نصفتنيش حتى حاجة وحدة، أنهم هزوني بداك البوست، داوني بوست آخر هو تحقن الدم، خدمت فيه، كنتفاجئ بأن هذاك البوست فيه مشاكل بزاف، يعني من المشاكل اللي فيه هو أن الدم، مشكل الدم ديال بنادم كيجي باش يدوز الدم ديالو، ما كيعيطوش ليه، يعني خديت أنا هذه المبادرة، بديت كنعيط للمرضى يجيو يدوزوا الدم ديالهم، يعني قدر النهار وصلت حتى 20 حتى 30 مريض في النهار كنعيط له باش يجي يدوز الدم ديالو. شوية كيقول لك لا هادشي عندنا بزاف، ما يمكنش لينا تدير البروغرام بزاف وهذا، الدم كيبقى كيتبريما كيتلاح، كيتلاح في الكراطان، يعني راه داك الشيء بالحجاج، لي بلاكيت كيتقاموا غاليين، يعني بلاكيت شناهو لأن كيزيدوا المريض حتى هو كيتلاح، البلاكيت خصهم ما يفوتوش يومين لأن كيتبريما حتى هو كيتلاح، والسيطة حتى هي. شغن نقول لك؟ سيرتو دابا في بلاصة الدم، يعني واحد كيجي الدم ما يدوش ما كيلقاش، دوز هذا، وانا في يدي طاح وراق عطوهم ليا وعطوني الكارنيات ديالهم وفصتهم الفلوس وشديتهم وعطيتهم الماجور اللي مسؤول تماك مصحه الدم، وقلت ليه ها انت شو كي غدير مع هاد الناس، يعني الناس اللي عطيتي فلوس اولويه ليهم. وبالنسبه للدم اللي ضرني في قلبي زعما الصراحه داك اللي ما سكتش عليه انه كيتطالما، ما يمكنش واحد كيتبرع بالدم كيجي كيعطي باش يساعد، كيقول لك لقطه الدم يعني كتعيش شحال من واحد، ما بالك ان داك الدم كيتطالما 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 في كراطم كيتطالما حاجه وجهك كيديو صحاب الزبل كيرميوه. لا صافي بقى تقدا ما كيعيطوش الناس يجي يدوزوا الدم، والناس كيبقى يمشي ويجيو على الدم ديالهم. واش واش كاين اللي كيكون الدم ديالو تماك ما كيدخلوش لا سير بلاتي؟ علاش؟ حيت كاين عندهم كيقول لك عندهم اكتظاظ، عندهم الناس بزاف، فهمتي؟ ما كيدوزوش ليهم الدم، كيبقى الدم تماك تكيد، سوف الناس اللي ماتوا، هذوك اللي ماتوا بوحدهم،
هذوك ما كنهضروش عليهم، كنهضروا على الناس اللي حيين كيبقاو يمشيو ويجيو، يمشيو ويجي يدير دوموند الاولى والثانيه وما كيجيش الدم في الوقت ديالها، ولي بلاكات والناس كتموت. ما عجبنيش الحال، ما بغيتش ندي الذنوب ديال المرضى تما، فضلت انني نسحب من تماك، درت ميتاسيون، شفت سيرفيس ناها يعني ما استدعاني، ما قال لي شنو المشكل ولا علاش، لدرجه ما خدمتش واحد الفتره طويله تما، يعني ما كاملاش 8 شهور خدمت تما. التحقت بالاداره باش غتنصف لي ودي لي زعما اعتبار وتشوف لي بوست اللي غنخدم فيه، شافوا لي كونسلطاسيون ديال لوفطالمو، مشيت ليها باش نخدم، كنتفاجئ بان الماجور عنده حق على شاف سيرفيس، هو اللي كيتحكم تما وكيتحكم حتى في الاداره بان السيده ما تدخلش عندي، الا دخلت نخرج انايا، يعني ما تخدمش. انا بغيت نعرف واش هذيك مؤسسه واش حنا خدامين في اداره ولا خدامين في معمل، يعني هذه ما ولا انا جايه عنده شي بلاصه شريك الشركه ديالته عنده حق يرفضني ما نخدم، حيدوني من تما ما بغاش هو، داوني للراميد، الراميد تما نفس الشيء. السيده اللي كاينه تماكين قالت لهم لا تنتشاور، علاش؟ بغيت نعرف انا السبب، التجأت للاداره طلبت منهم يعطوني السبب علاش داروا لي هذا الشيء، بغيت نعرف علاش داروا لي هذا الشيء، واش انا كان شفار، واش كان خرج ماتريا، واش بيع الدم، واش كان بزنس في المرضى، من حق الاداره تكتب بيا، الاداره ما بغاتش تستجب ليا، ودابا نزلوا عليا بالتعسف لان طلقوا عليا مسؤولين وكيحرجوا بيرسونيل، ديك السيده ما توقفوش معاها، ديك السيده ما تهضروش معاها، راه كتخرج اسرار كتخرجوا من النقابه، ولدرجه ان حبسوا النقابي اللي معايا كيقول لك حنا ما صافيش بهذه النقابه، حاولي تحيدي من النقابه ونشوفوا كي غنديروا معاك نتفاهموا معاك. دابا انا دابا كنطلب من المسؤولين يتدخلوا ويديروا البحث ديالهم، ولا حتى الامن حتى البوليس ولا كيجي لعندي كيصيفطوا لي، ما كاينه كونفوكاسيون ما كاين استدعاء ما كاين حتى شي حاجه، كيجي كيبارك حدايا في الكرسي كيقول لي اشنو المشكل، لدرجه علي باش نخاف. دابا حاليا تعسف انا باركه يعني مكتب الدخول شاده كرسي على برا باركة، يعني كنتسنى النقابة، كنتسنى الناس المسؤولين، السي حموشي وزير الصحة وزير الأول، يعني يدخلوا يديروا لونكيت ديالهم ويديروا البحث ديالهم ويجيبوا لي، أنا طالبة رد اعتبار، أنا هادشي اللي كنطلب لهم، كنقول لهم إيه وكاين مسؤول فكرتي كاين مسؤول عيط ليا وقال لي شنو بغيتي، كيفاش بغيتي نتعاملوا معاك، كيفاش بغيتي رد اعتبار، قلت لهم أنا رد اعتبار رجع لبلاصتي، أنا ما درت حتى شي حاجة علاش غنحيدوا داك البوست. قلت لي بغيت رد اعتبار، قال لي كي غندير لك رد اعتبار، واش بغيتي رد اعتبار كتابي ولا بغيتيه فلوس؟ واش الاداره كتهضر بهذا المنطق هذا؟ كيفاش فلوس؟ فين عمر شي بيرسونيل تفاهمتوا معاه بالفلوس؟ باش قولي انا واش باش تشوف الابتزاز ويعني فحال اللي بلادي كنقول تحقر بهذا الفوم هذا. هذاك بالنسبه للراديو، الراديو كان عندي فيه مشكل حيت هو ابتزاز، كيقول لي انت كنتي في مصلحه ديال الاشعه، علاش بحال اللي زعما كنتي ديجا دايره مشكل؟ انا خرجت بعزي وبكرامتي، ما خرجش انني شفاره او لا درت شي حاجه، انا كنت كنكتب كونتروندي ديال الراديو ولا سكانر، كيقول لهم انا اعطيني نعطي الكاتبه تسربي تعطيك التقرير دابا. كنكتب انا عليتي ولكن طاحوا الدراسه، حطيتهم المعنيين بالامر المسؤول. قلت له ها انت، قال لي جيب لي الدليل، شفت لي الدليل كنتفاجئ بانه جا ضدي، هاد السيده غدينا مشكل، قال لي بلي زيت معاه في الهضره ويقول لي انت يا ما بربيش خصني نصيفطك الاستاذ شقوري، كان الاستاذ شقوري خرج لانتريس كان هو اللي في مصلحه الوجه والفك، قال لي غنصيفطك الترباي، قلت له مرحبا، هبط من عنده مشيت عند الاستاذ شقوري، وكانوا دي بروف بلا ما نذكر سميتهم كانوا حاضرين في ذاك الوقت. جيت عندو قلت له استاذ سمعتك انا خاصك كاتبه وداك الشيء اللي تخدم معاك، راه صيفطوني من الراديو قال لي انت ما بربياش ناقصه تربيه وانا جيت عندك باش تربيني، وفعلا خدمت معاه استقبلني احسن استقبال، خدمت معاه في داك السيرفيس، خدمت واحد المده حتى جا هذا الاخ هذا البروف جا، وملي يعني كيمارس شي تعسفات شي حوايج يعني مضايقه، ولكن ملي طلبت حقي الاداره حتى هي ما نصفتنيش. تايا دابا نزلت عليه تاع السفاس ودابا حطوا لي بي سي، قال لك حكا اجي دخلي لي بي بي، لي بي بي هو كان تما مدخلين داك لوجيسيال على اساس شكون كاينين السكرتير ديال الشركه كيخدموا، ما بالك حيدوا السكرتير باش يربوني حطوني حدا الباب بلورديناتور حدا الباب في الكولوار عادي، تخيل وحده خدمت 30 عام وحطيتها حد الباب من الاحسن حطها في الزنقه فحال بحالها بحال اللي قلتي سيري في حالاتك تماك في تخدمي، ملي ما جاتني لا نوت ما خديتهاش، ملي ما خديتهاش هما يصبحوا لي كتبوا بيا دوموند اكسبليكاسيون، علاش رفضتي؟ كتبي لنا علاش رفضتي؟ وانا راه غنجاوبهم علاش رفضتي.
وقت السبيطار شغال نقول لك راه فيه الفساد، فيه الإيجار، فيه التحرش، راه السبيطار ولا كارثه، راه حتى واحد ما كيدير المهام ديالو. بهذا المعنى هذا يجي ينزل ويقلب ويشوف هاد لوبيتال كي ولا، ما بالك مسؤوله المديره كنمشي عندك كتهزي يدك كتقول لي ما عندي ما ندير لك، كاع المسؤولين ما عندنا ما نديرو لك. الا كانت هذه اداره خصها تحل المشاكل ديال بيرسون ديال الموظفين، ما بالك ما كتلقاش الاداره، كتلقى البيبان كلهم مسدودين، وملي كتهضر على الحق نزلوا عليا. علاش؟ قلت لهم الا كانت شي حاجه ضدي كتبوها، قولوا لي شنو دارت، حتى واحد ما بغى ياخذ الاعتبار. انت راه حشومه وعار، عار وحشومه. احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس. وكنتحملكم انتم مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.